مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، هذا موعدكم مع فترتنا الاقتصادية الأسبوعية التي نلقي فيها الضوء على أهم القضايا التي ثارت في مجتمع المال والأعمال خلال الأسبوع المنصرم، والذي جاء في مقدمتها الأجندة التشريعية الاقتصادية أمام مجلس النواب بين الطموحات الاقتصادية والتحديات النقدية والتمويلية. مؤشرات الاقتصاد تكشف عن تحسن واضح في الأداء بالنسبة للأزمة التي كان يعاني منها جراء تداعيات الاضطرابات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية، وإن استمرت المؤشرات دون المأمول فقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تحسنا مضطردا في النمو ليرتفع معدله من 22% في عام 2013-2014 إلى 24% في عام 2014-2015. بينما أعلن وزير التخطيط أشرف العربي أن الحكومة تستهدف معدلاً للنمو يصل إلى 5.5% في خلال العام الجاري 2015-2016، غير أن تحسن معدل النمو جاء في ظل تفاقم متوال في عجز الموازنة والتي ارتفعت من 9.4% في عام 2013-2014 إلى 11.5% في عام 2014-2015، في حين أعلن وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى 9% في عام 2015-2016. التحسن المضطرد انعكس بنفس الوتيرة على معدل البطالة الذي شهد انخفاضا طفيفا خلال العامين الماضيين، ليتراجع من 13.30% في 2013-2014 إلى 12.70% في عام 2014-2015. وكشفت بيانات البنك المركزي أن معدل الاستثمار العام من الناتج المحلي شهد تحسناً خلال العامين الماضيين في ظل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتمدت في الأساس على الادخار العام من الدخل المحلي الإجمالي، ليرتفع معدل الاستثمار العام من 14.20% في عام 2013-2014 إلى 13.30% في 2014-2015، وتأمل الحكومة الوصول به إلى 20% في العام المالي الجاري 2015-2016. وفي مسار متذبذب جاء أداء الاستثمار الأجنبي في مصر، وهو ما انعكس في مؤشر البنك المركزي لصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، والذي ارتفع في الربع الأخير من 690 مليون دولار في عام 2014-2015 إلى 1.385 مليار مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري. كما شهد العام الماضي تحسناً في مؤشر الدين الأجنبي، والذي تراجع من 48.06 مليار دولار في الربع الأخير من العام 2014-2015 إلى 46.150 مليار دولار في الربع الأول من 2015-2016. غير أن الأوضاع لم تسر على نفس الاتجاه بالنسبة للدين المحلي الإجمالي، الذي شهد ارتفاعات دفعت به من 1.26 تريليون جنيه في سبتمبر 2015-2016 إلى 1.360 مليار جنيه في ديسمبر التالي عليه. مشاهدينا الكرام، معنا الآن عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة. دكتور هشام، أهلا بك. دكتور هشام إبراهيم، الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهلا بك. تحيات حضرتك والسادة المشاهدين. أولا دكتور هشام، ما هي أهم الموضوعات المطروحة أمام مجلس النواب سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد التشريعات التي يحتاجها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟ طب خلينا نؤكد في البداية على أنه الوظيفتين الأساسيتين
السلطة البرلمان هي وظيفة التشريع ووظيفة الرقابة. تمام. الحقيقة على مدار السنوات الطويلة الوظيفتين دول لم يلعبوا بالشكل المفترض. نعم. والحقيقة على مدار السنوات الطويلة دائما مجلس النواب أو النواب تحديدا متفاهمين أنه العضوية في البرلمان هو نائب الخدمات وليس نائب التشريع والرقابة. وده الحقيقة فقد البرلمان على مدار سنوات طويلة الدور المفترض يكون عليه. ودي الحقيقة مسألة محتاجين ان احنا نرسخها تاني في ذهن اعضاء البرلمان، وكمان نرسخها في ذهن اعضاء الحكومة، لانه مش مفترض انه النائب يسعى الى تحقيق خدمات دايرته فقط. اذا من هنا دكتور هشام تعتقد انه في المستقبل القريب ان مجلس النواب هو من سيبادر بطرح تشريعات وعلى وجه التحديد تشريعات اقتصادية؟ هي دي كان نقطة البداية اللي عايز ابتدي بيها. تمام. انه فيما سبق كان دايما التشريعات بتاتي من جانب الحكومة. والبرلمان في ظل الحزب الواحد كان بيبقى مضطر انه يصدق على ما تاتي بالحكومة. لكن هي نقطة البداية انه البرلمان يكون عارف دوره كويس، انه دوره تشريعي ورقابي مش دوره انه يلبي خدمات لنواب دايرته. دي نقطة البداية. المسألة الثانية الأكثر أهمية هو التوافق على تشريعات تتفق مع استراتيجية للدولة، لأنه لو الأمر مجرد إصدار أكبر قدر من التشريعات إحنا الحقيقة مش محتاجين قوي كتير من التشريعات، لأنه مش مشكلتنا إن إحنا ما عندناش تشريعات، مشكلتنا إن إحنا عندنا تشريعات كتيرة، وبالتالي إحنا محتاجين مراجعة لهذه التشريعات. والحقيقة للأسف الشديد خلال العامين الماضيين ما صدر من تشريعات أزاد من الأمر تعقيدا، خاصة التشريعين اللي هي كان فيهم مشاكل عنيفة، قانون 17 وقانون 18. قانون 17 هو قانون سمارت الموحد اللي الحقيقة صدر وشبه ان احنا توافقنا على انه القانون السابق قانون 798 اللي هو قانون ضمانات وحافظ سمارت تقريبا كان افضل من القانون الجديد اللي صدر، وايضا القانون 18 اللي هو قانون الخدمة المدنية واللي رفضوا البرلمان، والمفترض احنا في مرحلة لإعادة تمديد ومرة اخرى من جانب البرلمان بعد ادخال التعديلات. نعم. من عدد من التشريعات من التعديلات من جانب الحكومة. تمام. فالحقيقة احنا قبل ما نتكلم على ايه اللي احنا محتاجينه من تشريعات جديدة، بتمنى انه البرلمان يلعب دور المراجعة في البداية، هو ايه التشريعات اللي موجودة حاليا والى اي مدى محتاجين نضم بعض التشريعات او نعدل بعض التشريعات. لكن تاني عايز اكد على انه المسألة اكبر من مجرد تشريع، وهنا هنتقل من وظيفة التشريع للبرلمان لوظيفة الرقابة. الى اي مدى صدر عدد من التشريعات ولم يتم تفعيلها او تنفيذها على ارض الواقع، بما فيه التشريعات الجديده. لو بتحدث عن قانون الاستثمار، القانون الاستثمار نص صراحه على تحقيق فكره الشباك الواحد، حتى الان لم تنفذ. وهنا الحقيقه جاء استجابه رئيس الدوله باجراء تغيير على عدد من الحقائب الوزاريه اللي كان من اهمها وحقيبه الاستثمار. وبالتالي احنا محتاجين، علشان احنا بنتغنى في العالم كله انه بنهيئ مناخ الاستثمار، لكن فعليا لم يتحقق حتى الان. تمام. طيب من وجهة نظرك أستاذ هشام، هل تتضح أمام الخبراء الاقتصاديين والمتابعين للوضع الاقتصادي والمحللين الاقتصاديين، هل تتضح أمامهم أهم هذه التشريعات التي يودون أن يتم العمل فيها على قدم وساق، أم أنه كلام في العموميات يجب إتاحة أو تعديلات على تشريعات اقتصادية في المجمل، ولم يطرح الخبراء الاقتصاديون تعديلات محددة وقوانين محددة يرون أنها يجب تعديلها الآن؟ لا، طرحت بالفعل. خلينا أبرز ما طرح. خلينا نوضح، بخلاف قانون الاستثمار اللي محتاجين نعيد النظر فيه مره اخرى، وبالمناسبه المسودات الاولى اللي قدمت في قانون الاستثمار كانت افضل كثيرا من التشريع اللي صدر، لكن بالتاكيد احنا محتاجين قانون للتمديد الاجتماعي، بالتاكيد محتاجين قانون للعمل. لانه الحقيقه على مدار سنوات طويله، لو بتحدث عن قانون جديد للعمل، الحقيقه على مدار سنوات طويله اصحاب الاعمال كانوا بيجودوا على حقوق العمال، وبالتالي احنا محتاجين قانون جديد علشان يعيد التوازن بين طرفين العملية الانتاجية، صاحب العمل والعامل.
نعم. محتاجين قانون جديد للشاملات. طيب قبل أن ننتقل من موضوع قانون العمل الجديد المزمع مناقشته وإجراء تعديلات عليه، كيف يمكن دكتور هشام أن نخرج بقانون جديد للعمل يكون مغري لأصحاب الأعمال وكذلك لا يبخس من حقوق العمال؟ محتاجين نقطة البداية في قانون العمل وفي كل القوانين أن يكون في حوار مجتمعي حقيقي. هذا الأمر نقدره كثيرا كثيرا. الحقيقة الحكومة في عجلة من أمرها، وده الحقيقة أمر ضاغط عليها، والحقيقة احنا محتاجين مسألة أنه يطرح القانون مش بس على أصحاب الأعمال والعمال، لكن محتاجين أنه يطرح على كافة أطراف، لأنه بالتأكيد قانون للعمل مش بس هيأثر على العامل وأصحاب الأعمال، لكن كمان هيأثر على التزامات صاحب العمل والعامل تجاه ما يخرج من منتج نهائي. تمام. المخرجات بتاعت اي مشروع مش بس بيستفيد منها العامل وصاحب العمل، لكن كمان بيستفيد منها المجتمع ككل. فهي المسألة الى اي مدى قانون للعمل ينظم الحقوق ما بين اصحاب الاعمال والعمال، لكن كمان الى اي مدى قانون للعمل يرسخ لحق المواطن، حق المستهلك فيما يستهلكه من سلع تخرج من هذا المشروع. فالحقيقه المهم قوي نوازن ما بين العمال واصحاب الاعمال وحقوق المجتمع ككل، لان الحقيقه المساله اكبر من مجرد انه صاحب العمل يزداد ارباح او ربحا والعامل يحصل على مزيد من المزايا، والاثنين يجودوا على حساب المجتمع ككل. نعم. الحقيقه احنا محتاجين مراجعه قويه، وكمان محتاجين انه اي فكره تشريع تطرح بدايه على حوار مجتمعي حقيقي، صياغة التشريع يطرح على حوار، وأي فيدباك أو أي مردود من الملاحظات مهم أنها تأخذ ماخذ الجد، لأنه هي عتبنا الشديد على الحكومة فيما يتعلق بقانون المسمار، لأنه كل ما طرح من تعليقات أو ملاحظات على قانون المسمار أو جزء كبير منها لم يأخذ به، وبالتالي خرج القانون بغير توافق حقيقي. هذا الأمر أيضا ينطبق على قانون الخدمة المدنية اللي صدر في عجلة من أمره، لكن تم تلافي أو تدارك هذا الأمر فيما يتعلق باللائحة التنفيذية اللي طرحت على حوار مجتمعي، بس كان القانون صدر بالفعل. عشان كده الحقيقة المجتمع والبرلمان لفظ هذا القانون. فالنقطة الأساسية اللي احنا محتاجينها توافق حقيقي، لكن مهم قوي ان الحكومة ما تشتغلش لوحدها، لأنه عمل أي حكومة لوحدها بالتأكيد هيضرها ويضر المجتمع ككل. تمام، ابقى معنا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، وننتقل إلى الأستاذ دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، انضم إلينا عبر الهاتف. دكتور عبد النبي أهلا بك. أهلا بك يا فندم. دكتور عبد النبي، أولا وقبل أن نخوض في موضوع التعديلات الوزارية التي استهدفت عدد من الحقائب الوزارية واختصت